النجم أجاي ديفجان. في بداية العشرينات من عمره كان على موعد مع الشهرة، حيث التقطته عين صناع السينما ليقدم فيلمه الأول، وليحصل في عام 1991 على جائزة فور فيلم لأفضل رجل على الشاشة عن أدائه في الفيلم، وتصبح هذه الجائزة سبباً في تسابق المنتجين عليه، والذين وجدوا فيه مواصفات مختلفة للبطل الشجاع قوي الشخصية الذي يعتمد على عقله وعضلاته وأدائه أكثر من اعتماده على الغناء أو الرقص مثل بعض نجوم بوليوود. لم يكتفي أجاي بدوره كممثل ونجم للعديد من الأفلام على الشاشة البوليوودية، ليقدم تجربته الفنية الخاصة في فيلم يومي أند أس عام 2008، ولتتعدد جوائزه كأفضل ممثل على الشاشة في عدة أفلام. اشتهر أجاي ديفجان بأداء دور الشرطي الشريف الذي يحارب الفساد، أو الرجل الناضج الذي يحسب خطواته بدقة، واتسم أداءه بالرزانة والثقل، وهو ما جعل له بصمة خاصة على شاشة هوليود. أجاي ديفجان.